الله يا ربي كريم. السلام عليكم خوة والخوات، خواتات، إخوة والأخوات، السيدات والسادات، والبايرين والبايرات. السلام عليكم، والضوء البوبينة يا بابا، تحياتي للجميع. إن شاء الله تكونوا بخير وصحيح. هذا ما كان المهم، جبنا لكم الموضوع اليوم تاع الحراق، يعني الحراق كيفاش يخدم باسبور تاعو. يعني كاين بزاف ناس راهم حراقين هنا في فرنسا، نحضروا على فرنسا، الدول الاخرى مش عارف كيفاش العقليه. نحكيو على فرنسا، ناس بزاف حراقه جات في البحر وتقطع الباسبور تاعهم، ولا شمخ، ولا ما جابوهش، راح لهم في لاغريس، ولا اللي ما عندوش باسبور في البلاد وجاو راهو هنا في فرنسا حراق، وراهو حاب يدير لي ديمارش يعني باش يخدم كوارتو، يا اما باش يتزوج يعقد في لاميري، ولا باش يروح يحط الدوسي تاعو في لابريفيكتور. اولا لازم يكون عنده باسبور، هذا الباسبور الاخضر، هذا احسن باسبور في العالم، فاهم؟ هذا الباسبور هذا لازم يكون عنده، الا ما كانش عنده هذا الباسبور بيان سور ما يقدرش يعقد، وفي نفس الوقت ما يقدرش يحط دوسي في لابريفيكتور. يسمى مشكله، يسمى واش لازم، لازم يخدم باسبور في القنصليه الجزائريه هنا في فرنسا. هكذا اول خطوه يديرها باش يخدم هذا الباسبور الاخضر هذا، هاوليك الجمهوريه كذا من هيه، باش يخدم هذا الباسبور في القنصلة. واش لازم يكون عنده؟ لازم تكون عنده، ولا عنده باسبور ميت، واحد مزوج ما عندوش باسبور، ولا عنده باسبور ميت باش يعاودو. الا عنده الباسبور الميت، كيما نقول عنده باسبور ميت، لازم يروح للقنصلية يدير الباسبور الميت هذا، ماشي فوتوكوبي باسبور، نقولو ديريكت فوتوكوبي تعتبر ماهيش باسبور هنا في القنصلية. يدي الباسبور ويدي لي برجومو شهادة ساكن وراه ساكن، ويدي زوج تصاور، فاهم؟ ويدي شحال واقيلا 60 اورو ولا 20 اورو، مش عارف شحال قلبوها والله ماني عارف. المهم تخلص عليها واقيلا 20 اورو والله ماني عارف شحال والله، ولا نحوها كانت بالدراهم انا واحد الوقت، دوكا مش عارف الا مازال. ويروح للقنصلية يقول لهم بلي فوالا انا راني رايح نعقد، ولا راني رايح نحط دوسي في لابريفيكتور، خصني باسبور. يعطي لهم الاوراق المطلوبه اللي قلت لكم عليهم. واش يعطيو له هما؟ ما يعطيولوش باسبور في القنصليه. ديروا في بالكم باللي الباسبور تاع الجزائر ما يتعاوش في القنصليه للحراك، قنصليه يعني نقول قنصليه من باش واش بها، في القنصليه ما يعاودولكش باسبور جديد، يعطيو لك هاد الورقه هاليك اللي قلت لكم عليها، اتيستاسيون دو ديبو، هاليك هاليك فيها تصويرتك، هذه تصويرتك، وهنا فيها المعلومات الشخصيه، فيها هاليك الاسم واللقب ولا دات دو نيسونس، واسم الاب والام، ولا الدراسه تاعك في فرنسا، بروفيسيون واش تخدم، ويديروا لك فيها الكاشي. عليك انا هذه خدمتها في 2016، انا كنت لي دير ديمارش تاعي باش نرفد كواطي، ما كانش عندي باسبور، كان الباسبور تاعي ميت. يعطيو لك هذه الورقه، تروح لا بريفيكتور تحط بها الدوسي في لا بريفيكتور، هذه مقبوله هذه الورقه، هذه الورقه والباسبور الميت، تديهم في زوج هكذا، ولا تروح تعقد كيف كيف، تدي هذه الورقه والباسبور الميت يعاقدوا لك، ما كانش مشكل. ولا ما عندكش باسبور، نقولوا راح لك الباسبور، لازم تدي بطاقه التعريف الوطنيه، كارت ديدونتيتي تاع البلاد، والاوراق المطلوبه كيف كيف، شهاده السكن وزوج تصاور وتخلص، ما عارف شحال ما نكذبش عليكم، وتروح للقنصليه تديهم تقول لهم خصني باسبور. ما يعطيولكش باسبور، يعطيولك هذه الورقه، لازم تكون عندك كارت ديدونتيتي تاع البلاد ولا باسبور. الا ما عندكش ني كارت ديدونتيتي ني باسبور، دير في بالك هذه الورقه هذه عمرك الا تخدمها ما يعطيوهالكش، يقول لك جيب لنا دليل بلي انت جزائري، وثيقه كما بطاقه هويه، لازم تجيب لهم حاجه. الا ما عندكش ني باسبور ني كارت ديدونتيتي ني باغ اكزومبل لا كارت ميليتير اوسي يعترفوا بها، الا ما عندكش هاد الثلاث صوالح هادو راهم ما يعطيولكش هاد الورقه. يعني واش معناتها؟ لازم تولي البلاد تخدم باسبور تاعو تولي، هاي المشكله تاع القنصليه الجزائريه. ولكن الا عندك وحده من هاد الصوالح، باسبور ولا كارت ديدونتيتي ولا لا كارت ميليتير، راهم يعطيو لك هاد الورقه، راك فاهم؟ لازم تكون حاجه اوريجينال، ما لازمش تكون فوتوكوبي تاع باسبور ولا فوتوكوبي تاع كارت ديدونتيتي، وتجي تقول لهم فوالا عند فوتوكوبي قلت لكم في القنصليه ما يعتبروهاش، ما يستعرفوش بها، لازم وثيقه تكون حيه جديده. الا بغات ميته لازم وثيقه، لازم بطاقه تعريف ولا باسبور ولا لا كارت ميليتير، ما لازمش تعطي لهم لي فوتوكوبي ما يعترفوش بهم. او واللي ما عنده حتى وثيقه يا خوتي ربي معاه، والبيرمي تاع الجزائر ما يعترفوش به، لانه اي واحد اترونجي في الجزائر يقدر يدي
رخصة السياقة هذه يقدر يديها. واحد الوقت كانوا ما يستعرفوش بها في القنصلية، أما الآن أنا في 2020 والله ماني عارف، ما بغيتش نروح للقنصلية بعيدة باش نسقسي. وكي تروح تعقد في لاميري ولا تحط الدوسي تاعك في لابريفيكتور بهذه الورقة والباسبور الميت، ويعطيو لك ريسيبيسي إن شاء الله تاع 3 mois ولا 4 mois. كي يعطيو لك ريسيبيسي تروح القنصلية تقدر تخدم باسبور، يعطيو لك باسبور بيومتريك تاع 10 ans كيما هذا اللي راهو عندي، وتخلص عليه 60 اورو لازم بالريسي بي سي. ويلا عطاوك في لا بريفيكتور ان اتيستاسيون دو ديبو كيما هذه، كيما هذه يعطيو لك اتيستاسيون ديبو بلي تراك حطيت دومون تاع اوراق بهذيك لاتيستاسيون ديبو، ما تقدرش تعاود الباسبور، لازم حتى يعطيوك ريسي بي سي تاع 3 mois باش تقدر تعاود الباسبور. والباسبور الحراق ما يقدرش يعاودو الباسبور. قلتها لكم واحد الوقت 2015 مني شاف مزني شافي في 2015 درت فيديو وقلت لكم بلي واحد حراق في اوروبا باسبور ما يتعاودش، ما يعاودوهولوش كما قال نقاز. وهذه مشكله كبيره، ودينا شحال من نداء وما حبوش. هنا التونسي والمصري والمغربي والافريقي والصومالي والهندي اي واحد حراق من هذه الدول المذكوره يروح القنصليه تاع بلادو يقول لهم انا حراق خاصني باسبور، يقولوا جيب لنا الكواغط التاليه، ما يدومونديوش عليه كواغط عندك ولا ما عندكش، يقولوا جبنا كارت زيادة وشهادة الميلاد وتاع باباك وتاع يماك، يعطيو له باسبور. ولكن جزائري كي يروح القنصلية تاع بلاده يقول لهم انا حراك خصني باسبور، يقولوا له لا ما عندكش حق في الباسبور، يعطيو له هذه الورقة. هذا ما كان هايليك، هذا ورقة تيستاسيون ديبو، هذه هي لاتيستاسيون ديبو هايليك فيها 2016 وماشي كاتبين وقتاش تموت. سما هذه ترفدها في 2020 تقدر في 2021 تعرف تدفع بها نورمال، ما فيهاش لا دات وقتاش تموت. هكذا اخواتي ان شاء الله تكونوا فهمتوا، الا كاش سؤال واحد اخر ما فهمتوش ماذا بكم يرحم والديكم يا جماعه اليوتيوب، راسلوني في الصفحه تاعي تاع فيسبوك، باسكو انا في اليوتيوب على لي كومونتير ما نقدرش نرجع بزاف. هذيك الصفحه تاعي فيسبوك في اول تعليق ادخل عندك سؤال ابعث لي سؤال ونجاوب خوتي. تحياتي للجميع، وان شاء الله الدوله تاعنا هذا الرئيس الجديد هذا ينحي لنا هذه البيروقراطيه، ان شاء الله يمدوا الباسبورات لكاع الحراقه، ما عندكش كواغط يعطي لك باسبور. هذه هي اخوتي، تهلاو في رواحكم، السلام عليكم والى الملتقى. انا نسيت تفكرت ويحيى مسكين لا غاضني سكارا فيه. فوالا تحياتي للجميع والسلام عليكم.